السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على، رغم أن عندنا ماجر وين يلتقي إيتو في تنزانيا، رغم الأزمة الرياضية بين الكاميرون والجزائر، يعني هذه الأزمة اللي دارها مشاكرة بركة على مكان مشاكرة، خاطش عليه المدرب تاعنا نهار اللي كملت البارتية هنايا خسرنا الدعاء، ما قالش باللي قال صامغ بنا ولا قال منا، قال سبعة، قال كاين صحافي هنا ويضحكوا صايك هذا مكان. هذا الأزمة اللي دارها مشاكرة وداروها عاهلة تاع يوتيوب وصايك هذا مكان. ما احنا ما احنا من البكري نلعبوا مع الكاميرون، من البكري نعرفوا باللي كاميرون يريسبيرو كرة قدم، دي سبورتيف ربحناهم في بلادهم ماتش دو باراج، ربحناهم في بلادهم 1-0. كاش ما شفتوا نتوما، كاش ما شفتوا قايس ولا عايل ولا، قال لك يا ودي مازال شوط ثاني، اتكل على روحك. احنا كنا متأهلين، احنا اصلا كنا متأهلين، احنا اصلا كنا متأهلين. ذاك يخرج مشاكره يقول لك ماجر باع الماتش، ماجر ما كانش كاع هنايا في الجزائر. انا مانيش ندافع على ماجر، بس راني نهضر على الناس هذو، يعني اللي راهم يعلقوا على التصويره تاع ماجر مع ايطو، لعاب كبير مع لعاب كبير. في اللعب شوف ماجر انا كلاعب، ما على بالك تما واحد ما يفهمش بولا يقول لك ماجر ماشي لعاب، ما يفهمش بولا يقول لك ماجر ماشي لعاب. بصح كمدرب ولا مسير ولا محلل، عاودي ام وليد خير منه، ام وليد بالك ودير قناه رياضيه خير منه، بعد يدير صح. بصح كلاعب يعني ايطو يعرف ماجر، ماجر يعرف ايطو، ما كاش منها كاع ما نسمع حتى لواحد. هذه هي خاصك بزاف يقول لك ماجر شان ماجر ما يمشي لعب، لا 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 راكم غالطين. ماجر بلومي عصاد قريشي مرسقان فرقاني هذو ما هذو، حبس دير بوان دير نقطة، خمم دير نقطة، خمم في راسك دير نقطة، خاطش على تشامبيونز ليغ تهدر خويا، تشامبيونز ليغ تهدر، مكانش الهدرة كاع. كي نبداو نشوفو بلي ايطو يعرف ماجر وماجر يعرف ايطو، بلومي يعرف ايطو ماجر وبلو وايطو يعرف بلومي ثاني، كاشي روجي ميلا تهدر معاه بلومي يقول لك ستاند رون جوير. يعني كاين لعابه في الجزائر، يعني نهار اللي جاو فانيك لهنا تاع تاع بوركينا فاسو مين هضروا قال لك حنا نعرفوا بالشيخ ونعرفوا من نعرفوا من نعرفوا لي زونسيا جوير، قال لك حنا نعرفوا بالشيخ ونعرفوا فلان نعرفوا فلان نعرفوا فلان. هي ناس كيبان على احنا ما خلقنا، فين خلق فين كانوا عندنا لي فوتبولير فين كيعرفوا البوله، عندنا معروفين من بكري ماشي من 2019 ورواح، ماشي من 2019 وين التقى الناخب الوطني السابق رابح ماجر برئيس الاتحاديه الكاميرونيه لكره القدم صامويل ايطو بتنزانيا على هامش جمعيه العامه العاديه للاتحاد الافريقي لكره القدم. ونشرت صحيفة كاميرونية صورة ماجر وإيطو لتبعث رسائل خاصة إلى الجماهير الجزائرية، مفادها أن إيطو يحظى باحترام أسطورة ماجر، وأن التلاعب بنتيجة المباراة الفاصلة بين المنتخبين لا يوجد إلا في مخيلات يعني مشاكرة على مكان. وحضر صامويل إيطو الجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي كممثل، يعني كممثل لبلاده، بينما حضر النجم الجزائري رابح ماجر كضيف شرف. ويذكر ان الاعلام الكاميروني كان قد نقل تصريحات نقل عن ماجر بعد تاهل اسود الغير المروضه نهائيات كاس العالم على حساب المنتخب الوطني، قال فيها ان الكاميرون متعود على الفوز علينا، داعيا الى تجاوز القضيه المطالبه باعاده المواجهه والتفكير في كيفيه اعاده المنتخب الجزائري للواجهه مستقبلا. هي هو قال لك انا ما حضرتهاش خاص دار، وقال لك ونافع وكلش ما حضرهاش، بصح هي يا حنا لهينا بزاف، يا نورمالمون كوم يخسرنا منا محاسبه، اللي يتحاسب يتحاسب واللي يطرد يطرد ونقلعوا من جديد، ما نضيعوش الوقت. ضيعنا بالك شحال 3 شهور، مارس ابريل ماي
جوا ضيعنا 3 شهور وحنايا بيت تعاود بيت روح بيت جي راهي معاوده راهي موليه راهي جايه اي طور اخرى صغاصامه عندنا ميلف عندنا منا ما كان والو حاجه ما بانتش حاجه ما بانتش. والنافع اللعاب المنتخب الوطني السابق في تصريحات ادلى بها لموقع النهار كل ما تم تداوله وقتها بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون معتبر ذلك شائعات هدفها النيل من سمعته وفقط. وأضاف أحد صناع ملحمة خيخون في مونديال إسبانيا 1982 أن اسمه أصبح مستهدف من وسائل الإعلام الأجنبية تريد تشويه سمعته طالب من الجزائريين عدم تصديقها. وعن مباراة الجزائر والكاميرون الفاصلة قال ماجر إنه حزين كثيرا ككل جزائريين لخسارة المنتخب الوطني الجزائري وفشله في التأهل إلى نهائيات منافسة كأس العالم. وأكد سفير كأس العالم قطر أنه سيبقى فخور دائما كونه واحد من سفراء كرة القدم الجزائرية في العالم. المهم هو ما هدرهاش ما خدش على ذاك الوقت كانت ولات شائعة بزاف وراخو راه هدر باللومي هدر فلان هدر فلان هدر ما كانت منها كاع ما عندناش احنا ما إلا هدرها وإلا فرحان في قلبه ولا فرحان ديريكت ولا الله يسهل عليه. المهم ناس هذو كي يجي يجيب لك تاع اللي يدير لك تصويرة تاع ماجر مع إيطو ماجر كلاعب أنا واحد من الناس ندير بوا ما كانش كي اللي ما يفهمش بولا يقول لك ماجر مشي لعاب ماجر لعاب. انا نقول لك كي تهضر لي على ماجر كلاعب نسكت من بكري نقولها من بكري ماشي اليوم من بكري ماجر لعاب بصح ماجر محلل مدرب كي يسموها محلل مدرب ولا مسير ام كلثوم ديك اللي تغني هذيك خير منها في هذا الصوالح هذا مكان هذه نقولوا بلي ودي اليوم وين هذه هي ما كانت ازمه ما كانت ازمه الناس بغات تخلق ذي الازمه كنت تروحوا كنت تفتشوا في مشاكل مليح تعرفوا عليه بغا يدير هذه الازمه تعرفوا عليه بغا يدير هذه الازمه هي ماشي قضيه في كرة القدم لا هذا مشاكل مرسول من طرف يعني خبثاء ضد الجزائر من اجل تشويه صوره الجزائر يعني في افريقيا وكاين بعض الناس اللي داروا تصريحات من اجل يعني تلطيخ صوره الجزائر في افريقيا فقط هذا مكان كلهم عملاء كلكم عملاء ديك اللي دارها اللي درتوها في 2020 لو 12 مارس ديك هذيك رديتو بغيتو تردوا الجزائر نقطه الصفر حقكم ما تهضروش حقكم تحشموا تسكتوا عارف جاهد بزاف تكلم بصح في الوقت بدل الضائع بالطروطار تاع وفاتت راحت ما ادري بصح كما متكلم كما كان عنده تدخل يعني ما كانش ضيف شارب برك وراح ضيف راه كضيوف بصح سي لا كا وتكلم هاكا ودير هده خير من زاتشي انا نهار بالك تعقلوا انا كنت نقول لكم باللي بكازاتشي قلت لكم الاتحاديه الجزائريه تاعنا اصبحت يعني كرابطه تابعه الاداره تاع القجع الناس كانوا يضحكوا علينا يقول لك انت كيف هذا وهي صح هي صح قال الاجتماعات اللي كانوا ينداروا في افريقيا زاتشي ما يحضرهاش تاع كي يديروا اجتماع ولا غير دوره ولا غير تحويسه في المغرب يقلع يروح يجري هذه هي اللي خلاتنا حنايا خلاتنا مع التوالي لو كان تعرفوا كيفاش الناس تخدم اجنده هنايا في كره القدم لزاتشي في اضعاف الاتحاديه الجزائريه فيقوا بصح مازال ما فقتوش نتوما تفيقوا بال 20 عام كي تفوت 20 عام تفيقوا مازال هذا وين عندكم 5 سنين برك مازال ما تفيقوا مازال لكم 15 عام وحده اخرى باش تفيقوا انا نقول لكم من 2040 باش تفيقوا ولا 2042 باش تفيقوا انا نقول لكم 2042 باش تفيقوا تقولوا انا نقولها لكم هذيك الدنيا سهله انتم هذيك اليوم نقولوا بلي ودي المنتخب الوطني كان مستهدف ناس تاكل في الدراهم وكرهته ناس يدوا في الدراهم ياكلوا في الدراهم وكرهه منتخب وطني جزائري
والله لا كانوا كارين ويدوا الدراهم منه مستفادين منه وراخر منه والناس تغني عليهم واي 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 بصح كارهينه يعني اضعاف. شكون هو اللي دار اضعاف الاتحاديه الجزائريه؟ شكون هو؟ شكون هما؟ شكون لازم نتوما تحوسوا؟ شكون اللي دار اضعاف هذه؟ لما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. سعيدو.